راديو مسك، احنا الموسيقى واحنا السبور. زيدا رجعنا من جديد سبور ميكس في الجزء الثاني من الحصة متاعنا اليوم. نحكيه على مقابلات البطولة وماتشوات الجولة التاسعة اللي تبدأ اليوم بمقابلة كبيرة بين ترجي واتحاد بنقردان. ماتش ولا منتظر في الكرة التونسية، ما حش نحكيه فيه مع ضيوفنا اليوم ذاكر الويت علي الكعبي مروان تاج وكذلك طارق العبد اللي نبدأ معك. طارق، الترجي بلوك جديد اليوم مع المدرب الروماني جديد، ظهر لي الناس الكل متشوقين ونستناو كيفاش باش تكون الترجي في النسخة الجديدة هذه. بوم، صعيب نحكمه بما انه الفترة قصيرة، ما يجبش مدرب يخلي الطابعة نتاعو في فترة قصيرة، لكن نحب نشوفه على الأقل بوادر كيفاش باش تكون في الترجي. صحيح سلام، ما زاد المدرب القاج معتين انه يرى الجروب، معناه ما فماش بطولة في معناه الاستحقاق بتاع المنتخب الوطني. اليوم لوك جديد، اليوم مدرب جديد، فكرة جديدة، سورتو معناها الترجي كانت معناها تعاني في الملعب مع كاردوزو وحتى مع سي اسكندر القصري ريناه. اليوم مدرب جديد في مقابلة صعيبة في بنقردان، بجوية زادة خاصة المقابلة الترجي مع بنقردان والتعليقات واللي نسمعوا فيه معنى الموتيفاسيون مقابلة الترجي، معناه وكأنه اليوم معناه بنقردان تحضر في فينال مع الاسبيرانس. مي الترجي لازم تكون زادة كيف محضرة روح المقابلات هذوما، نوعية المقابلات هذوما اليوم مقابلات بطولة، وخاصة أن الترجي ما عنديش الحق اليوم أن تتعثر في بنقردان. هذاك علاش يكون معناها مقابلة صعيبة على الترجي. نعرفوا ملعب بنقردان سانتيتيك ما كان نوع معناها الخايب اللي يقلق الملاعبية، ولكن الظروف هذه يلزم الترجي يعرف يتعامل معها، وخاصة معناها اليوم باش الجمهور الترجي يرى المدرب هذايا، يرى الطابع نتاع المدرب هذايا اللي يحكيه واللي هو معناها طابع هجومي، وهذا هو اللي يلزم يكون معناها في الترجي. الترجي تكون فريق هجومي معناها بالملاعبية اللي عنده اليوم، ما ينجم كان معناها يكون فريق هجومي وفريق يوري كورة برشا كورة، وخاصة يكون معناها فاعل وتروا بوان اليوم مهمين. خاطيكم التشكيلة المحتملة للترجي تكون التشكيلة الأولى للمدرب الجديد للفريق. نبدأ من الدفاع مش من الجارديان، نرجع للجارديان هو الاخر. على مين تقريبا باش تكون نفسها هي اللي كملت المقابلة الماضية للترجي مع مستقبل جيبس؟ على مين باش نيبة؟ علي سير بن حميدة في الأكس، الثنائي حمزة جلاسي باش يكون أساسي ومعه ياسين مرياح، أوكبيلو في الوسط معه كذلك حسام تقا، يانساس كصانع ألعاب، علي مين معشة، علي سير يوسف البليلي، وقلب الهجوم البرازيلي رودريغيز. بالنسبة للجارديان حسب آخر الأخبار اللي وصلتنا وحسب المصادر اللي استقيناها فإنه أمان الله مميش هو اللي بيش يكون أساسي في المقابلة متاع اليوم. ولنصينا سونداج اللي جاء حكينا عليه على الباج متاعنا في يوتيوب، هل معات شريك أمان الله مميش على حساب بشير بن سعيد في التشكيل الأساسية للترجي؟ نفس السؤال بشنو وجهه لك سي علي الكعب، شنو رأيك؟ رأي في المباراة؟ لا، في الاختيار مميش على حساب بن سعيد، شنو رأيك؟ شنو هي الضحكة هذه؟ شو نقول لك؟ والله هما أدرى الحقيقة، المدرب مش فاهمين هما أدرى. أنت شنو موقفك؟ أنا موقفي خايف لا مميش ما يعملش مباراة يسمع عملها، يعني يكون يعني خايف عليه. خايف عليه بصراحة. تما أنا أقول لك يا أمبيان شاتبيان، أنا نحبه ونحب نستحفظ عليه، لكن نجم المدرب عنده شجاعة يقول لك أنا مدرب جديد جيت هو التيتولير كمل به، فهمتي ولا؟ نتمنى له إن شاء الله النجاح، وأنا واحد من الناس عندي ثقة فيه الحقيقة، عنده بيرسوناليتي سبري اللي تمس برشا غلط زادة نقوله برشا، وما خذاش وقت الغلط ما خذاش الراحة متاعه. الله ارتوت نجم تكون بالراحة خذها بفريق قومي ينجم يعمل ديبار جديد. بالنسبة للترجي تو حكي ولدي طارق قال المدرب يكون خذا وقته أسبوعين، لكن حاجة اللي نقولها طارق اللي خذا وقته لكن نقص برشا ملعبية مش كامل إفكتيف، مش كامل. وقتاش تلمدوا الملعبية يكون هالربع ثم اللي متلمدوش لتو ثم يكون ملعبي تو خلط ماكونا من الأفريق دو سيود. وذاك علاش كي تكلمنا اول اسبوع خويا اسلام على الكالندري خاطر جات قلنا ومشينا في الكالندري وقلنا يكون سبيرانس تظلمت نسبيا خاطر التوقف الدولي ما خلاش المدرب جديد باش يلمد الجروب نتاعو كامل. صحيح ولا صحيح؟ الور
ما تنتظرش بصمه نتاع مدرب اليوم، لكن تنتظر يمكن. اما من ناحيه اخرى نجم نقول لك خذ وقته باش يشوف الجروب زوج اسابيع ما غير ماتشوات، تنجم تكون باهي ولا تكون خايبه زاد. لا بالنسبه للبقيه نتاع الفريق خذا نظره عامه على الافكتيف كامل نتاع 25 30 ملاعبي، هذا متاكدين منه. لكن بالنسبه للبصمه ديجا هو غير ساسي حطه ك وراء هذا شفناه ماتش اللي فات، شفناه برشا مرات مع اسكندر القاسم حتى معين شعباني في كونتر سفاقس، في سفاقس دخلوا كان يلعب على الجناب دخلوا. لكن تخون تلقى ملاعبي كقصي في المستوى نتاع قصي وان شاء الله يكمل على على المنول هذاك، يولي تونديم رودريغيز ساسي تكون قريب البعض ويكون خير. بليلي ثم تحسن، لهنا نقول تقافي بعض الأحيان يتحرك ولا يتحرك أما على اليمين ولا على اليسار حسب التحرك متاع سايسي. نقول سيريلا تيروز هذا يشاركوا ويعملوا السوبرتين ميريك في الفاز أوفنسيف. هذا اللي كان ناقص الترجي. ناقص الترجي حاجة مهمة جدا، هو الترانزيسيون تكون رابيد وشانجمون دو ريتم. كان يعني ثم بطء كبير في الخروج الكره وفي شانجمون دو ريتم في الترانزيسيون، في يعني ترانزيسيون تنقل من صوره دفاعيه لصوره هجوميه. لكن حاجه الخايبه هو التيران باش يقلق شويه، وان شاء الله المباراه تعدى بروح رياضيه وفي ظروف باهيه صراحه، خاطر سخنت ياسر ما تشوفوش فيها توقفات ولا ان شاء الله الامور تبدا على احسن ما يراه. 50-50 توا في السونداج، تقريبا 450 شخص لحد الان صوت، 50% مع تشريك من ميش و50% مع تشريك بن سعيد. انت ذاكر شنو رايك؟ ريسك ريسك صعيبه هي، انا قاعد تشوف اختيار صعيب، قاعد تشوف عناد نتاع واحد يحامي على يحمي في المود في الحارس نتاعو على البريسيون اللي صارت له من الكل، من البلاتوات، من النوادي، من الفيسبوك، من تعرف وقتاش انا نلعب اساسي وقت اللي يكون في التيران نتاعي قدام الجمهور نتاعي، على خاطر ماهيش بتجيه برشا كور ويبدا ستابل ومع الجمهور يعمل له الهلمه نتاعو. لكن تهزوا التيران بجريدين وتلعبوا للواحد على خاطر راه لا قدر الله كان شغل ترى وحسبوه راه تنسى جمله واحده. وزاد ما ننساوش نعاود نحكيها، حق هو الطفل نحبه وابوه صاحبي حق بن سعيد زاد، ولازم عقله وقتاش باش يلعب وقتاش باش تعطيه فرصته. جاته بالتحب قلبه بالقانون بالرياضيين، جاته باش ياخذ حقه. انا ناكد لك زعما باش يكون تو كيما خموا على ميميش، ما هو زاد لازم يخموا على بن سعيد هذا مو الحارس بتاعهم. زاد نتصور انا يعمل لاشمون توتال كان يلقى روحه مش تيتيلير غدا ومعاش نجم تجبد منه وقت اللي تستحقه. كان جاي كوب دافريك وجايك ماتشوات احنا نقولوا درازم صحاح ماكش باش تلقاه، باش تنجم تخسر زوج حراس في الوقت. لازم تخسر الحاجه الاخرى على المدرب تو قاعد نسمع زاد ما لازموش يدخلوه في بريسيون تاع طابع، على خاطر الطابع ما نجمش تلقاه في بالكردير، مازالش تلقى في جماعتي. الطابعة اللي باش تنجم تشوف حاجة تبدلت نتاع 20-30% تكون في الملعب نتاعك، زادة في تيران ممتاز مع الببليك مع كذا ينجموا يلقى راحتو. خاطر توا المباراة بتاع اليوم ماهيش بطاطا صعيب باش تلقى الطابعة، لأنها كلها مباراة تكتيكية باش ما يخسرش، ومباراة كلها في انجاجمون فيزيك ومجمش تلعب مجمش. عندنا ملاعب في تونس حتى بنقردين كي تخرج برا بنقردين تلعب منيح. هي بيدا كي تخرج تلعب بالبر، ودائر كي تشوف الريزلتات تاع بقردين تعثرت في ملاعب تاعها اكثر من البر وتخرج عملوا الخير سليمان ربحت سليمان تربح تلعب بالبر. ملعب صعيب كيما قال طارق، ملعب ما انت من انا مشيت له شفته ما انت يقلق كيما ملعب مجاز الباب كيما ملعب ما انت يشبه الكل والبعض. لكن الحاجه الباهيه اللي عملها المدرب قاعد نشوف التشكيله اللي ما غيرش ما عملش هيك الفلسفه زعما جاء هو عبدل الدنيا كل نفس التشكيله محسوب نفس السيستم باش يلعب به. كانه القصري قاعد على السي اسكندر القصري قاعد على البنك. الحاجه اللي نجم نشوفها انا في المدرب في المباراه هذه في الوضعيات بتاع المباراه في التغييرات نتاعو كيفاش ينجم يقرا وقت النجم نتاعو وقت النجم باش يلعب مع الطابعه صحيح مازال ما يتلقاش. خليني ناخذ رايك في موضوع من ميش بن سعيد.
ولا شوف سلام هذا السؤال نوجهوكم الكل زاد ها طون نجيك تعرف اليوم اليوم بين بالكاشف بين بالكاشف انا نقول راهو سلام ديما تقعد وتقول راهو غلطة بشير بن سعيد اللي هو مشى للترجي على حسب اللي نشوفه الاغلاط نتاع الحارس واليوم كي ما تاخذش فرصه اليوم يدل لي كونه الترجي حاجتها بمستقبل نتاع الفريق اللي هو امين الله ميميش انا مانيش كونتر ديما ديما نقول لك اهم حاجه اليوم مستقبل الشبان الشبان هما مستقبل الفريق معناتها بشير بن سعيد صحيح اليوم ميميش قاعد يغلط نورمالمون ياخذ فرصته بين بالكاشف اليوم اللي بشير بن سعيد مشى للترجي لا قدر الله ولطف عليه تفل ما عندي ما حتى مشكل بشير بن سعيد مشى للترجي في صوره ما تضرب ميميش اخطاء ماهيش اخطاء راك ماكش باش تلعب في صوره ما تضرب ميميش بشير بن سعيد خاطر الناس الكل اللي حذت اما مروان كنت فعلا معاك بشير قلت لي انت خطا كي مشى للترجي هو عارف روحه راه نتصور قبل شي قعد على البنك الناس الكل شفت بشير امان الله عملوا عدى سيزون كبيره بشير تقريبا 33 32 عام ماشي عارف روحه باش يقعد على البنك معناها نتصوروا كي مشى معناتها مش خطا ماهوش تفاجئ كي قال روحه على البنك عارف روحه وصل ممكن عمر معين يشوف روحه خمم فيها فلوس يمكن لا مثلا يتفاجئ كي ما تتعاود الاغلاط وما يدخلش تولي استم على انا على حسب ما اظن معناتها حسب ما نعرف كونه بشير بن سعيد في كارير وش لعب وش شهز بطولات اليوم كي نحكيو على الترجي راه باش يمشي يلعب على القاب في السي في نتاعو نحكي باش ياخذ برشا فلوس سيكو يسير باش ياخذ فلوس خاطر اليوم كي تحكي اليوم ماشي للترجي قدامك احسن معناتها احسن جارديان عاملينو معناتها احسن احسن جارديان عاملينو في تونس ومعناتها ومشيتو اللي هو معناتها باش يكون الحارس الاول منتخب انا اليوم كي نخمم اللي عملوا بشير معناتها مش مش كوتي سبورتيف اللي عملوا عزم عمل علاش اسلام اليوم كيما تحكي انت 32 32 سنين و33 سنين تقول لي غلطت وقلت لي بعد عزم عمل كرويا غلطه كرويا يقسم روحه على زوج لا كرويا غلطه لا لا خاطر ليش كان فريق بشير بن سعيد اول ما تحل ميركاتو ديريكت مشى صح في الترجي كان صبر شويه ممكن يكون في النادي الافريقي وممكن يقعد هو الحارس الاول في المنتخب غير هو ما تذكرش ايه ما فهمتش قلت لي غلطه قلت لي احسن عمل ما فهمتهاش كرويا غلطه ماديا عزم عمل بخاطر الاخضر راهو تحب ولا تكره اليوم باش تمشي بناك تلعب في كوب دو مونت كلوب في امريكا راهو نهار اخر باش يحكي بها هو واليوم كفلوس باش نسعيش كون فلوس في مستير اش عمل الفلوس راهو اجا كلمك معناتها كي نحكيه اليوم كي تحكي 32 سنه ومشي لقاه هذه شكون مشي باش تاخذوا سعوديه باش بن سعيد في 32 في مشي يمشي كون شوف نحكيو على امور فلوس راني نحكي لا فما كان ترجي تعطيهم له الفلوس باش يمشي الشامبيون يلعب على الشامبيون باش يلعب على الكوب باش يلعب على كوب دو مونت في السي في نهار اخر حتى خيش كون فلوس هو في مستير الراجل كيما كون نعرفوا احنا الكون ولا ما كونش ديما كونش تو نحكيو تو شكون في مستير نحكيو شكون شعريتو هو شعريتو اللي في الاسبيرونس تي عام كامل في مستير نحكي راه هكا تحكي لي على حارس جاي رومبلاسون جماعي روح حارس الاول في المنتخب اي نحكي لك الظروف الماديه تعرف اش عنده انت اسمعني كي جاء لا انا لا انت وفما شو في كاريره ما يحبش يمشي يلعب في معناتها يمشي يكون بناك في كوب دو موند دي كلوب هذاك تو علاش كبروا فيه سهله هو اختار الامور الماديه كيما انت خاطر ايش كلمك مازالوا ياخذوا من السعوديه جارديان هما توا العمر زاد فما حاجه زاد راهو احنا قاعدين نعملوا في المشاكل ونعملوا في كل شيء وتفر راضي بوضعيته وعارف ميميش هو باش يكون الحارس الاول وكل شيء راضي انا حس مره الشوا اللي عملوا في كاريرو خاطر كتفول ما كونش حتى شيء وما هز حتى تيترويت معناتها انت ناقص تو باش تقول لنا يطلبني نقول شو مدخلكم فيه؟ تي ليه ماشي هذا نحن قاعدين حلينا ذي الكل ونحكيو على هذا وطفل راضي بروحه حب يحسن من وضعيته مش حب يلعب شامبيونان حب يسكوب حب يلعب كو دو موند كلوب في كاريرو بعيت له مروان راك في كلامك تبدا تحكي مش اللي بركي حتى كي انت راك تمشي منظم وتهبط على الباكوتي وترجع مش نقول لك عليه ما تقولش عليه سبقت وي مو نقول له حب يعمل لي بلاجون انت قلت شو محلاه الكلمة حارس منتخب صحيح ما صارش في مستير كان صبر شوية راهو مشى للنادي الفريقي بروجي سبورتيف هذا زربو اي كان مشى للنادي الفريقي في الفترة الأولى زاد راهو حتى نقولوا ياخو برشا فلوس باهي ومن شيرة تقول لي اختار الفلوس ها ولا اللي قلته أنت صحيح التايمينج اللي عملوا غلط كرويا والحارس اللي عنده ثقة في روحه أنا نولي كي تحكي لي هكا كي جيت نحب التراجي
نوني خاف من شخصيته سيرتو هو ليبر ذاك الحارس اللي الواحد تقول لي انت 32 الحراس راهو يمشيو يلعبوا ال 40 وهو ينجم يلعب خاطر تيلي في تونس معليش تعطيني في الاوروب لعبت شكون عندك احنا بالبولي 36 سنه قلت له كبر وما عادش فيه ما عادش عيطوا له المنتخب في فين جيت علينا في المنتخب تيلي ما تقارنيش ببوفون وكاسياس وتقول لي هاو مش انا ما قارنش ببرا تيلي هذه اللغه اللي غلط حد يلحدو يا دي غارديان كذا 30 سنه 34 سنه كبر في تونس هو الحارس سي بشير بن سعيد هو سيريل وليد الطفل سيريل حتى الفوتبول جاه في كبره صحيت خلينا نديو كافي جابس جاء للمستير رمبلاسون كان عليه العيار يلعب كان في المستوى خذا بلاصتو هذيك نورمالمون يبني عليها تقول لي تفل... انا نقول لك انا نعرفكم جوريك منهم انت تعرف علاش تبدلوا على الفيمي لا 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 الفيمي تفهمنا فيه انا فما طفله لازم تعرف شوف في شيء كحلي مش كيف هذاك شويه ايش بك شيء فوسوت حصرني لو تشاب التليفون تلاقي بيه في الرايف هاو باش نفسر لك شنو اللي هو يعمل الفارق وانتم جوارات تتلوجوا عليها في الكونتراتوات ان كانت لك الترونش الاولى باهي برشا اي سير كيما اي واحد يصح يشوف كان العوام وقدام من صفر شافهم برشا لا ذاكر فما حاجه مشى صح اي خاطر مازال ما تحلش المركز ما بقاش صح لا فما حاجه شفت المصفر اي بيسور ليه يا مين صغير بيه اسمع يا كيما قلت انت صغر في فلوس يا ذاكر مد لنا فلوس تاعو من صغر ذاكر الطفل كيما قلت انت جاتو في 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 فانت كارير الطلعه نتاعو هكا ولا مليون اللي تعداهم باش بسعيد باش شنو تاعو ما تكلموش مع بعض عادكم خلي يحكي اي تاريخ 14 رايو في الموضوع اي تاريخ اول حاجه سي تاع ملي قبل نتا تاع شفت بوك عندك شك باش غير عليك هو زين فيه هذيك اللي كان مرفق حط لك مرفق هنا ومن بعد بدي تصرف بين اقول اول حاجه سي تاع رجي يحمي في ميميش معناها بين الحكايه وساعات الحب هذا الزايد للملاعبي ولا لولده ينجم معناها يضره بالضبط مي حاجه اللي ما حكيناهاش اللي راهو بن سعيد مشى للترجي يعني الكونترام تاعو مع الترجي معناها اي ملاعبي في اي وضعيه يحب يمشي للسبيرونس سورتو اللي حكيت على لي زيشيو انا ما نحبش انا ما نحبش مش اي ملاعبي انا ما نحبش لا هو واش انا كي جيت كيف لا انا ما نحبش بعد مش اي ملاعب ما تحبش لا ما نحبش مش انت لا ولا حد انت ولا لا ولا تمشي ولا شيء ملاعب علي مقدس بالله بالله ما نتكلموش مع بعض لا 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 ما نتكلموش مع بعض انا نصبر تقول لك يا ترى انا نصبر يا ترى الاولاد تسمعوني بالله قاعدين نحكي مع بعضنا راهو تولي فوضى هكا وين جاي كوفر وحكيتو في تبعتاز وكنت باش تمشي للترجي لا لا ما نمشيش ما نمشيش ما تمشيش عايش تفوض معاهم شو لا لا نحكي اون جينيرال كل مره بلاعبي كل واحد يحكي مش نمشي للترجي ما نمشيش للترجي مش بيا نحكي لك لعبت تتصرف فينا بربي دقيقه واحده خلينا نقول وعلى اللي طوال سمعوا الفريق يا ولاد فوضى فوضى ولا هكا قاعدين نحكي مع بعضنا طارق كمل كمل فكرك ما عادش تقص عليه اي ملاعبي في تونس بتاج وانت جاي راهو يحب يمشي للسبيرانس ما فماش موضوع اخر نحكيو ماديا نحكيو على ليزيشيونس اللي استناو في الاسبيرانس انت حكيت على كاس عالم يحكيو على بطوله تحكي على على اكبر نادي في تونس شنو هو هذا اكبر نادي هاو الضر هاو الضر باش الكره وين هاو الضر كره وين صحيح هاو الضر شكون قال لك الضر خاطر كان استنى انت تحكي على 33 سنه اليوم وتحكي على امور ماديه باه اللي انت انت 100% تعرفها على خاطر هو الظروف تاع الاتحاد الرياضي المونستيري ماديا خاطر تبيع في الملاعبيه هذه الكل ما تكون كان عندك مشكله ماديه صحيح هذا 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 معناه موضوع مميش ملاعبي صغير جبنا له ان جران غارديان مؤثر بشير بن سعيد اخلاقيا ممتاز نعرف وينك شخصيا ملاعبي رزين برشا اكريت حتى لي رياكسيون تاعو معناه كلم اللي هو راهو لو برومي غارديان تاع المنتخب الملاعبية هذوما مهمين في الفيستير ومهم يكون وراك غارديان كبير بالمستوى ذايا معناه مستوى معناه نحكيه متاع اول حاجة كاليتي وراك وزيد ماني عايش معاك عايش معاك في المنتخب من حق الترجي اني تجيب اللي تحب اليوم من حق الملاعب انه يرفض ولا يقبل هو قبل وهذا قانون اللعبه اليوم عندك كونترا اليوم اسمعني يا تاج عندك كونترا اليوم ينجم يعيشك حياتك كامله غدوه مش بيعطيه لا تاج لا طارق في الترجي باش يلقاه في جمعية اخرى ينجم يمشي النادي الافريقي كما قلت وما ينجحش واضح هاي خاطر مش عبيد ما تفهمش الموضوع حتى جبتو حل بسرعه 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 جوست للم اسمعني حتى على فكر ملاعبيه يا ولادي في الشوا مش حكايه راني نقلل من الترجي ونقلل حتى نحكي بالفرق قلت لي لتوال قلت حتى لتوال كيف كيف هاكا ذكر اش قالك كان صبر شويه كان صبر خليت علاش البلونجون كيما بلغه اخرى
كي نسمعوا التراجع والله نمشي التراجع ضرت برشا من العبيه من حكايه الفكره هذيا كل واحد يتمنى يلعب في التراجع برشا جوانات تضرت من الحكايه هذه قبل نسمع خلي تمشي سيدي خلي يكمل خلي يكمل بربي مش عاديش مش يفهموا لا سيدي علي خاطر عاش هو رئيس نحن كشوان ناخذوه من الفكره هذيا شكون يتمنى ما يلعبش في التراجع وهي ساعات راهي غالطه يا طارق هذه نحب نفسر التراجع جمعيه كبيره كما تحكي انت النادي حتى في النجم ريتو حتى الملعبيه كي تجيك اوفر من النجم واي واحد يتمنى يلعب اورزر اورزون معليش هذيا غلطت برشا ملعبيه ريت فما جواريات نحكيو عليهم كان صحوا مثلا نحينا من التراجي والاطوال والفريق والسبيس فما جواريات انا كان يجيني مثلا فما جواريات نجم تنجح اليوم يجي شوا ما بين الاسبيرونس ومستير يقول لك نمشي لمستير نمشي بين لوروب واضح تراجي تنجم تضر ما حكيناش على بن قردين ما عطيناش حقه الفريق سيد علي خلينا ناخذ رايك في اتحاد بن قردين كيف كيف بلوك جديد اتحاد بن قردين مع محمد علي معارز هو بلقردين لقى ظروف السنة صعيبة بصراحة وما كانش عندهم هيئة مديرة منتخبة كما جل الجمعيات هيئة تسيرية ظروف صعيبة تعرف كل عام بلقردين تجيب في 15-16 ملاعبي انتدابات يعني ما كانش انتدابات قائمة لكن في العوام الأخرى كان ديما مثلا ثم فريق محترم ومحترم جدا ديما فريق يكون يلعب في كرة هائلة ثم تقليل منه خاطر رئيس الجامعة كان ولد بن قردين ثم تقليل في الاستحقاق متاع بن قردين وهو أربيتر ها واحدة سبري لي برشا اي ما كانش موجود هذا لا كان بعض الحين موجود في بعض الحين موجود ثم بعض حكام ما يعطيوش حق العبيد ثم حكام زاد لي سون ستريكت خلينا في اليوم سمعنا في ترجي وقت نحكيو عليها هذا اليوم جاء مدرب جديد جاء مدرب جديد النتائج ما كانتش باهيه بالحق مع قلبي رغم اجتهد بليزوموا معناها ما كانش ماهيش كارثيه لا مش كارثيه لكن يمكن المسؤولين يراوا لي الفريق مش قاعد يتقدم مع قلبي هذا شنو النتائج ما مش بالكافيه لي والمكانيات والتضحيات اللي صرفوها نعتقد لي مع كمال معالج يعرف الفريق محمد علي معالج يعرف الفريق وكان موجود معاهم السنة الماضية وجاء في فترتين إن شاء الله الفريق يرجع المستوى نتاعه كمل معك انت ذاك كي تشوف الاسامي معناها فما اسامي في بن قردين معناها خاصه الحباس اللي متالق السنه غازي عبد الرزاق المعوين الفرحات اسكندر العبيد ادم الطاوس حباس سميت احسن واحد خاطر احسن واحد السنه في بن قردين دونك معناتها ماهيش ماشي معناتها ليكيب مع الاسامي هذا ودي ما تنساوش راهو تظلم زاد في خردين قربي اللي راهو 10 ايام ولا 12 يوم قبل ما تبدا البطوله رجعوا في محسابات وشوف انا حكيت مع شندول وقت لقيته رجع واتصل بي على بعض المواضيع لانه شندول صاحبي خويا من العباد اللي دزته باش ولا مسوي يا من غير اخويا تحكي لي الموضوع ديريكت لا عاد هذا ذكرتني في بابا هذا ذكرني في بابا ما عنديش وقت مازال هذاك حل لي قوس اخر تو جيت تسعه مرجين تو مرجين جيت تسعه تاع الصباح نقعد نحكي وحدي وين حتى ندخلوا لا يعجبكش تو يعجبك وين تاكد ما عنديش وقت مازال ماتشوات يا ذاك بقردين باهي لا لا كلمت شندول ما كلمتوش علق علي كي سالته علاش رجعت اول مهم على بن قردين قال لي خاطر فما فرق بن قردين ما مع وديع وما بعد وديع العباد باش تتفرج في هذه بن قردين اللي يقولوا ياخذوا في الحمر وياخذوا في البلانتيات وكذا قال لي انا من واحد الناس رجعت راهو ظروف ماليه صعيبه ياسر لكن رجعت باش نوريه راهو ماهيش بن قردين بتاع اوكي وديع ولد جهه لكن لازم نكون بصراحه من الاكستريم للاكستريم كان تاخذ ضربات جزاء وجو ماشي معاه لين وليت العباد حتى ليزربيتر ولاو ما عادش فاهم شيء اللي صار لها بن قردين في البريود هذه ظلمت برشا من الحكام مع النتائج معناتها مش ماشي ماتش مستير خاصه سيد علي قال 15 بن قردين شوف سيد علي تطوي وبن قردين نودي كل جيب 15 كل عام على خاطر ما فما حتى لاعب يحب يصح عمي على خاطر الفلوس ما فماش هالجمعية اللي مشكلتها مادية هي تسكروا موضوع هذي يرجعوا يتغنى بيجا تصحح أكثر من عام للعبيد بيجا عندها عملي هزت الكوب تونزي ولات تصحف العامين والحد شوف ديما نقول لك على المسؤولين كي جي مسؤول تقول له خويا بصح معنا تاج صح معي عمين يقول لي لا يقول له مشي على روحك ولو حتى حشي حشتي بيه لين تولي الثقافة ذيك في النوادي لو لاعبين يطلبوا بعضهم راح انت ذاكر قالوا لك باجي يقول له والله اسمع ما قالش العمين يتلاقي صح عمين اما في بن قردين كي ترجع اخر وقت
ورد بالك وذلك كان في تونس هذه لاعبين صح عام اختيارات هما يختاروا باش يقعدوا جمعيه اختيارات اختيارات بتاع اللاعبين بتاع بنقادين راهم ممتازين كما صايره في الليتوال معناتها الناس اسامي لكن الخلطه مازالت ما لقاتش روحها اليوم باش نشوفوا مع الراحه اللي صارت هذه بتاع المنتخب مع المدرب تغيير المدرب تو نشوفوا اما ذاكر جبت حاجه باهيه جبت حاجه وما كملتش قلت انا قلت 15 جابوا 16 جابوا 17 لكن السياسه نتاع الجمعيه مفروض تتغير انا السنه نجيب 16 لكن اون ميم طون نخدم اون نيفو جون نحاول باش نعمل سياسه ولا مشروع كما قال طارق سيد علي وين كل عام وانا نجيب في 16 يا سيد علي رجعوا يترنوا بخمسه كور مفشوش انا عشت في الجنوب انا عشت في المعضله الكبيره المعضله الكبيره في الجنوب سيد علي هو الشبان هذوما يعني ما تلقاش بيبينير مش موجودة معني ذاك علاش إيه برشا ديكريتمون معني برشوف ليش عاملين في الصغار الولاد كمان برشوف ليش عاملين في الصغار نذكروه الماتش مازالوا برشا ماتشوات خاطر ما عادش عندي برشا وقت نمشيو فاصل قصير موزيكا وبعد نرجعو نكملوا لقيت الحصة نتاعنا اليوم.